السلام عليكم، فاطمة بلعدول مديرة دار شباب الهرهورة. بتنسيق من مديرة دار شباب الهرهورة، جمعية منتدى النسوي بالهرهورة، ومن وجمعية تافوكت، كشنا النشاط ديالنا باننا خصنا نحتفلوا حنا بعيد المسيره، لانه واخا تعطلنا دابا شي شويه جناها مع المناسبه الوطنيه اللي هي مناسبه ديال عيد الاستقلال. قلنا باننا غادي نديروا واحد قافله فيها الفرق الرياضيه ديال صخيرات الهرهوره، باش نديروا واحد الدوري بهذه المناسبه هذه. وبهذه المناسبه قلنا غادي نديروا هذه المسيره انطلاقا من الكازينو حتى ان شاء الله الملاعب القرب بالهرهوره. نشاركوا معنا الناس، يشاركوا معنا حتى هو بهذا النهار اللي هو نهار وطني عظيم. خصنا نبينوا للناس بان روح المواطنه راها موجوده، سواء مع الوليدات، ونعلموها للوليدات، ونعلموها للناس اللي هما ما يكونوش مستغنيين عن هذا النهار. هذا خصنا دائما نكونوا حاضرين، وشكرا. السلام عليكم، معك سميرة حمداني، مجتمع المدني جمعية المنتدى النسوي للتنمية، بتنسق مع المديرة ديال دار الشباب، ومع شراكة مع جمعية واحدة أخرى ديال جمعية تافوكت للتنمية والبيئة، وبشراكة من طبيعة الحال مع جماعة الهرهورة اللي كانت تشرفوا باش نكونوا كمجتمع مدني بها. فرحانين بزاف بهذا النهار، وخصنا نوصلوا هذا المشعل للوليدات ديالنا. دابا بغينا نوريوهم بان راه ديك المسيره الخضراء وعيد الاستقلال راه عندهم واحد المسمه قويه في المغرب. دونك خصنا نربيو فيهم ديك روح المواطنه، ونقولوا لهم باللي هاد جوج ذكرات ما عمرهم خصهم يتنساو، خصهم دائما يكونوا. ولهذا ان شاء الله عندنا برنامج غيبقى ان شاء الله يكون دوري كره القدم النسويه ديال المسيره ان شاء الله غادي يكون هنا في الهرهوره. السلام عليكم، معكم ريم من ياني. انا فرحانه اليوم بزاف حيتاش انا متواجده في الحومه ديالي، حنا اليوم في هرهوره محتفلين بعيد الاستقلال والمسيره الخضراء اللي كتنظمها جمعيه تافوكت والمنتدى النسوي بشراكه مع دار شباب الهرهوره برئاسه المديره استاذه فاطمه بلعدول، اللي انا كنشكرها بزاف حيتاش هي ديما كتجمع الشباب وديما كتساندهم وديما في المسيرة ديالهم. وجنا اليوم نشطوا نفرحوا مع الوليدات، وهذا الشيء فكرني في ايام ديال دار الشباب اللي ما عمرني ما غادي نساهم، حيت من تما كانت انطلاقه ديالي. شكرا على الالتفاته ديالكم، وانتم كنعرفوكم ديما انتم كتساندوا الشباب وديما كنتلاقاو بكم في ليزيفينمون. تبارك الله عليكم، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.